ينضم إلينا من القاهرة أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أهلا بك معنا سيد العشري في هذه التغطية من قناة الغد. إلى أي درجة هذه الحرب على قطاع غزة كشفت الفجوة بين الشرق والغرب وازدواجية المعايير لدى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؟ مساء الخير لحضرتك. بكل تأكيد هناك حالة من الغضب والاحتقان في الشرق الأوسط في العالم العربي والعالم الإسلامي وحتى على المستوى الدولي من قبل الأحرار على المستوى الدولي فيما يتعلق بهذا النفاق من قبل المجتمع الغربي والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. لعبت دورا سيئا في التعاطي مع تفاصيل هذا المشهد الذي نراه في قطاع غزة على مدار 64 يوما. وبلغ هذا النفاق وهذا التستر الأمريكي يوم أمس الأول يوم الجمعة عندما تم استخدام الفيتو على مشروع القرار العربي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لإنقاذ الشعب الفلسطيني، فوجدنا 13 صوتا يطالب بدولة الإفراج أو الإسراع بوقف إطلاق النار، والجانب البريطاني امتنع وربما يكون إلى حد موقف شبه متوازن، لكن الموقف الأمريكي كان موقف غاضب أصل كثير من الغضب في العالم العربي في الشرق الأوسط. وربما كان هناك بالفعل درجة كبيرة من توجيه تام مباشر للجانب الأمريكي على سبيل المثال أنه مشارك في هذه الحرب، فرض الاستباحة للجانب الإسرائيلي المضي قدما في عمليات القتل والاغتيال، وهذا الموقف في حد ذاته مرفوض ومدان، وهناك كثير من الانتقادات بشكل واضح وأيضا مباشر في أكثر من عاصمة أوروبية في ضوء ما حدث من مظاهرات في لندن لأول مرة منذ عشرات السنين. نجد هذه المظاهرات في لندن التي احتوت على ما يقارب 40 أو 50 ألف، وأيضا في نيويورك في واشنطن قطعوا محطات السكك الحديدية الرئيسية، بالإضافة إلى أن هناك بالفعل استطلاعات رأي في الساعات الماضية تؤكد أن ثلثي المجتمع الأمريكي يعارض خطة نتنياهو بايدن في التعاطي مع تفاصيل المشهد داخل قطاع غزة وإعطاء نتنياهو على طول الخط الضوء الأخضر لعمليات القتل والإبادة وحرب التطهير العرقية. المجتمع الغربي خسر بكثير من القوة فيما يتعلق بشعبيته وحضوره، وربما تشققت علاقاته بكثير من دول الشرق الأوسط. هناك حالة من الغضب والاحتقان. في المقابل أيضا نجد بعض الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة سعت للخروج من الغعباء الأمريكية، فرنسا، كندا، أسبانيا وبلجيكا لديهم موقف لحد ما شبه متوازنة في الآونة الأخيرة، بل ربما بعضهم كبلجيكا وأسبانيا لديهم مواقف متقدمة للغاية تطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة أن يكون هناك تملص وخروج من العباءة الأمريكية وأن يعلنوا مواقف صريحة واضحة بالقبول بإعلان دولة فلسطينية على المستوى الأوروبي، وإذا تعذر ذلك ستلجأ بلجيكا وأسبانيا إلى اتخاذ قرارات بشكل منفرد للقبول بدولة فلسطينية في الأيام والأسابيع القادمة بعد أن ترى الحرب أوزارها. لكن يبقى الجانب الأمريكي وبعض الدول كبريطانيا على سبيل المثال لديهم مواقف متناقضة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتماشى مع القانون الدولي الإنساني الذي من خلاله سمحت لإسرائيل باستمرار في هذه الحرب حتى هذه اللحظة. ربما إسرائيل تطالب بأشهر وأمريكا تقول لها عليك أن تنتهي نهاية هذا الشهر. اليوم يصادف الذكرى السنوية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأي وجه يحتفل العالم بهذه المناسبة وترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة؟ ثم سؤال آخر لو سمح سيد العشري، إن لم يوضع حد لانتهاكات إسرائيل في هذه الحرب، من سوف يحترم هذه المواثيق وهذه القوانين الدولية والإنسانية بعد هذه الحرب؟ بكل تأكيد ما حدث على مدار 64 يوما من حرب تطهير العرق وحرب الإبادة أحدثت عمليات انكشاف كامل للمجتمع الدولي فيما يتعلق بكل ما مفردات وأدبيات السياسية الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية والقيم المشتركة والتعايش السلمي. كل هذه أيضا مفردات ذهبت أدراج الرياح بسبب هذا الغباء وهذا النفاق من قبل المجتمع الدولي. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعد نسمع أو نستجيب أو نتلقى دروس وعبر من قبل الغرب في قادم الأيام لدول الشرق الأوسط عن حقوق الإنسان والديمقراطية واحترام التعايش المشترك واحترام الآخر. كل هذا الأمر استطاع الغرب بكثير من الحواضن للآلة العسكرية الإسرائيلية الباطشة القاتلة العنصرية أن تقوم بعمليات قتل ومنهج لما يقارب 24-25 ألف فلسطيني فيما يتعلق بقتل مباشر، والباقي أيضا مفقودين حتى هذه اللحظة 5000 مفقود، بالإضافة إلى ما يقارب 50 ألف مصاب بإصابات خطيرة. المجتمع الدولي خسر هذه المعركة بكل تأكيد لسنوات 10 أو 20 قادمة لن يعد يحق له الحديث عن أي نوع من مفردات الخاصة بحقوق الإنسان، لأن ما يحدث اليوم على سبيل
المثال يوم الاحتفال العالمي بحقوق الإنسان أعتقد أنه مرفوض ولا يمكن أن يصب في خانة أن هناك قبول أو تعاطي مع أي رغبة دولية للحديث عن حقوق الإنسان. هذا الموضوع تلاشى وتراجع، أصابه الخلل والتباعد، والمجتمع الدولي خسر كثيرا، وربما يستمر يحتاج إلى سنوات حتى يحسن صورته التي أصابها كثير، لا أقول خروش لكن انهيار كامل في الشرق الأوسط. كل شعوب الشرق الأوسط غاضبة من ردات الفعل الأمريكية والغربية، والمجتمع الغربي والأمريكي هو الخاسر الأكبر في هذه المرحلة. وربما هناك كثير من الأحداث تتحدث عن خسارة كثير من الزعماء الأوروبيين والجانب والرئيس الأمريكي في الانتخابات القادمة في عام 24، انتخابات في بريطانيا، انتخابات أيضا في أمريكا. هناك كثير من استطلاعات الرأي داخل هذه المجتمعات تؤكد أن هناك بالفعل درجة كبيرة من السقوط الأخلاقي والسياسي لبايدن وأيضا رئيس وزراء بريطانيا في الانتخابات القادمة. بالإضافة لو لم يكن هناك فيتو سيد العاشري، نزعات داخل، لو لم تكن هناك هذه الميزة، ميزة استخدام الفيتو من قبل بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ما الذي كان سوف يحدث في تقديرك؟ بكل تأكيد هذه العلة في استخدام الفيتو وهذا التناقض ومعايير المزدوجة والانتقائية الأحادية داخل مجلس الأمن تعطي لأمريكا وفرنسا وبريطانيا في أحيان كثيرة استخدام الفيتو تجاه مشاريع قرارات عربية أو من أجل أيضا حماية الشرق الأوسط ووقف الآلة العسكرية الإسرائيلية. هذا الأمر الذي أعطى لإسرائيل المضي قدما في استباحة بعمليات القتل الممنهج. هذه آلة العنصرية في إسرائيل، نازيين الجدد يستخدمون هذا الغطاء الأمريكي وهذه الحاضنة السياسية من قبل واشنطن وعواصم أوروبية للمضي قدما في عمليات القتل الممنهج. وبالتالي لو لم يكن هناك فيتو كنا انتهينا مبكرا من مثل هذه المآسي، وقد صدرت قرارات خاصة بحقوق الشعب الفلسطيني وحل كثير من قضايا الشرق الأوسط. لا تنسى هناك استخدام الفيتو ما يقرب 50 مرة من قبل الجانب الأمريكي منذ عام 48 حتى هذه اللحظة، وهذا أمر مؤسف للغاية. أضاع حقوق الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والحقوق العربية حتى فيما يتعلق بالسهل العربي الإسرائيلي. كل هذه القرارات واستخدام الفيتو 50 مرة لم يصب في صالح أمريكا. أمريكا تخسر كثيرا، وبالتالي لم يعد لدي الحق هي والغرب أن يتحدثوا لماذا يكرهوننا. أعتقد أن هذه التعبير وهذه العبارة لم يعد لدي محل من الإعراب السياسي بسبب المواقف الأمريكية الولايات المتحدة سيد العشري لا تصب في خانة تأجيج الصراع والعداوة سنوات طويلة قادمة بسبب الولايات المتحدة البغيرة. ودول أخرى تقول بأنها لن تصوت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار ما لم يرد فيه إدانة هجوم حماس يوم 7 أكتوبر واعتباره هجوما إرهابيا، لكن لو فرضنا بأنه صدر قرار في هذه الإدانة، ما الذي يترتب عليها عمليا؟ بكل تأكيد هم يريدون أن يكون هناك بالفعل إعدام للضحية وأيضا إعطاء قصب السبق للقاتل. كل هذه الأمور أصبحت مكشوفة. توزيع أدوار في الجولة الأولى من التصويت منذ أسبوعين مشروع قرار إماراتي وروسي وأيضا صيني وبرازيلي، استخدم الفيتو من قبل فرنسا وبريطانيا وأمريكا. الآن وزعوا الأدوار وأعطوا أمريكا الضوء الأخضر فقط في الجولة الأخيرة يوم الجمعة الماضية، وبالتالي أي صدور لفيتو يكون هناك إدانة وتبرئة للجانب الإسرائيلي هذا أمر مرفوض تماما ولا يتمشى مع معايير تطبيق على أرض الواقع. يجب أن يكون هناك بالفعل قرار دولي حازم عادل يصب في خانة إنقاذ الأوضاع داخل قطاع غزة ووقف هذه الحرب الهمجية. الأمين العام للأمم المتحدة لأول مرة منذ 30 عاما استخدم حقه الأصيل باعتباره أنه يعتلي رئاسة مجلس الأمن للأمم المتحدة تحديدا، وأيضا طالب مجلس الأمن ونبهه وحذره باستخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بضرورة التدخل لإنقاذ ما يهدد السلم والأمن الدوليين في قطاع غزة. للأسف الشديد أمريكا ضربت عرض الحائط بهذا التنبيه وهذا القرار وهذه المذكرة من قبل الأمين العام. ماذا بعد؟ أعتقد أننا ذاهبون إلى المجهول في هذه الأزمة. حتى الأمريكان عندما استخدموا الفيتو سعوا لتبريرات سخيفة أن هناك بالفعل لم يتم تحقيق النتائج المرجوة، وأنه إذا استمر وقف إطلاق النار أو طرد وقف إطلاق النار ستعطى لحماس الفرصة للعودة مرة ثانية. كل هذه أعتقد حجج واهية غير مقبولة وحجج مشروطة بفيتو أمريكي لعب دورا كبيرا في المشاركة والاشتراك بشكل مباشر مع العدو الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين. أمريكا خسرت كثيرا وعلاقتها بالعالم العربي سوف تكون ومتأرجحة، وربما يصيب الخلل والتباعد في قادم الأشهر والأيام القادمة. بالإضافة لأن المجتمع الغربي سقط سقوط أخلاقي كامل في هذه الحرب، وعلي أن نتخلص من هذا العبء عندما يكون لدي سياسات جديدة أو لغة خطاب جديدة يستطيع أن يخاطب بها العالم العربي، أو على الأقل يقف على مسافة قريبة من الحقوق العربية المشروعة في هذا الصراع. نحن الآن أمام مأساة، أمام جريمة مروعة لم يشهدها المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية،
وبالتالي على المجتمع الدولي أن يعيد مرة ثانية أخذ زمام المبادرة ويسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبدل من الحريص عن اليوم التالي للانتخابات عليهم أن يعيدوا النظر في إنقاذ اليوم الحالي للشعب الفلسطيني وقف آلة الدمار والقتل المنهج من قبل القوات العدو الصهيوني، لأننا نتحدث عن يوم تالي وما زالت آلة القتل تحصد أرواح مئات الفلسطينيين خلال الساعات الماضية وربما أسابيع وأشهر قادمة كما ترغب قوات الاحتلال الإسرائيلي. ألفت بأن المجتمع الدولي سيد العشري لم ينجح فقط في وقف إطلاق النار، وإنما فشل أيضا حتى في إدخال المساعدات بشكل كافي إلى قطاع غزة، يعني حتى البعد الإنساني فشل فيه على غرار البعد القتالي بوقف الحرب تماما. للأسف الشديد منذ اللحظة الأولى لأحداث 7 أكتوبر طوفان الأقصى سعى الجانب الأمريكي الغربي الاتحاد الأوروبي والأمريكان للاصطفاف مع الجانب الإسرائيلي للأسف الشديد في ضرورة إعطاء إسرائيل الغطاء السياسي وأيضا الدعم العسكري، وعطلوا مشاريع القرارات في الأمم المتحدة وتحدثوا عن الحياة الإنسانية وإمكانية توفير المساعدات، لكنهم لم يجبروا الجانب الإسرائيلي على ضرورة أن يكون هناك التزام بدخول المساعدات. إسرائيل قصفت المعبر من الداخل الفلسطيني 4 مرات، ومصر سبق أن حذرت كثيرا بهذه الممارسات التي أدت إلى أن يكون هناك حياة مستحيلة داخل قطاع غزة. اليونيسيف حذر بالأمس وقال أن ما يحدث في قطاع غزة أمر مروع لم يشهده المجتمع الدولي أو أي مكان في الكرة الأرضية منذ سنوات طويلة. الوضع إبادة وجوع وقتل وتشريد، وبالتالي المجتمع الغربي كان منافقا أيضا في عدم الضغط على إسرائيل شكرا لك. السماح بدخول ما يقارب من 500 أو 600 شاحنة يومية، وما زال حتى هذه اللحظة يعطي إسرائيل الرخصة المباشرة للقتل ومنع وصول المساعدة الإنسانية والإغاثية والطبية، وهذا الأمر مؤسف للغاية وفي تداعيات خطيرة على الإقليم. شكرا لك من القاهرة أشرف العشري مدير تحرير الأهرام.